السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ سيما. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم عجينه الشوكولا بدون جيلاتين. سبق لي وقد نزلت لكم في الفيديو السابق عجينه الشوكولا بالجيلاتين، وعطيتكم التقنيات والنصائح ديالها باش نجح معكم ان شاء الله. في هذا الفيديو هذا نزولا عن طلب بعض الاخوات اللي ما متوفراش عندهم، سواء في الغربه متوفراش عندهم جيلاتين حلال او لا ما كيبغوش يستعملوها. في هذا الفيديو هذا غادي نقدم لكم عجينه الشوكولا بجوج مكونات، غادي نعطيكم الفرق بينها وبين عجينه الشوكولا اللي بالجيلاتين وطريقه التعامل معها باش تخدموا بها وتنجح معكم 100%. فما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب، وتقاسموا دائما الفيديوهات مع المعارف ديالكم مع الاصدقاء. وإذا كانت اول مشاهده لكم القناه فكندعوكم الضغط على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد القناه بحول الله. خليكم دابا مع المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير فانا عندي هنا في اناء 250 غرام ديال الشوكولاته البيضاء مع 150 غرام ديال الجليكوز، عبرتهم مع بعضياتهم وغديرهم على حمام مائي. يكون القعر دائما ديال الاناء ما كيلامش الماء، فقط غادي يذوبوا لنا غير على البخار، ومبقى كنستمر في التحريك حتى كيذوب لي الشوكولا مع الجيلاتين وكنحصل على واحد العجين. المساله اللي كتسولوني دائما على نوعيه الشوكولا، فهي الشوكولا عادي، يعني ماشي بالضروري خاصكم تخدموا بشي شوكولا اللي تكون كاليتي ديالها اللي غاليه بزاف وتكون كاليتي ديالها سوبر بزاف. يعني اي شوكولا متوفره لكم تقدروا تخدموا بها، غير فقط النوعيه ديال الشوكولا غادي تفرق معكم في الطعم ديال عجينه الشوكولا اللي غتحصلوا عليها. من بعد ما كنذوب لي الشوكولا فحال هكا خاصني نتاكد انها ذابت تماما وما يبقاو عندي حتى شي حبيبات فيها. كنبقى كنستمر دائما بالتحريك وعلى البخار، اصلا ملي غيسخن الجليكوز فغادي يذوب لينا العجينه وغادي نحصلوا على عجين اللي كيكون متماسك. وكل ما برد كل ما كيزيد يتماسك، كل ما كيبرد هذا العجين هذا كل ما كيزيد يتماسك. مساله من بعد ما كتذوب ليا الشوكولا هكا تماما هي وكنحصل على عجين ديال الشوكولا اللي كيكون متماسك، كنفرقه وهو سخون باش نضيف ليه الملونات باش هكا نتحكم فيهم بسهوله اكثر. فانا غادي ندير به جوج الوان، درت به اللون الوردي ودرت ليه اللون الابيض. واحد القضيه اللي بغيت نشير لها ان هاد العجينه هادي ما فيهاش سكر بودره، ففقط الجليكوز والشوكولا، والشوكولا البيضاء فيها نسبه كبيره ديال الزيت. يعني ملي غدات تخدموا بها وتضيفوا لها الملونات وتبداو تعركوا فيها فكتخرج لكم الزيت بزاف. فنصيحة اللي غادي نعطيكم يعني باش تعاملوا معها وتخدموا بها بكل سهولة، حاولوا انكم اما تعركوها مع شوية سكر او لا تديروها فوق سطح عمل اللي يكون مرشوش، ضروري تستعنوا بسكر بودرة. ومن الاحسن تسيبوها بليلة قبل وتخليوها تبات. فهي الفرق بينها وبين العجينه الثانيه اللي بالجيلاتين، هذه ما كتقصحش، يعني واخا كتبرد كتبقى لينه. غير هي انا بالنسبه لي صراحه كنفضل الثانيه، لان الثانيه كتجينا اقتصاديه، يعني كنزيدوا لها السكر كلاصي، كنضيفوا فيها مكونات اخرى. يعني ملي كنجيو نخدموا بها مثلا نغطيو بها طرطه، ولا الا جيت نغطي غير بهذه بوحديتها فغادي نحتاج لكميه كبيره ديال الشوكولا، وصراحه ما غاديش تساعدني بزاف لان العجينه اللي فيها الجيلاتين كتكون مطاطيه ونقدروا ان نغلفوا بها تورته. وغادي نحاول ان شاء الله نغلف بها تورته وننزلها لكم عن مقارب ديال عيد الميلاد. فكيف كتشوفوا هنايا الكميه الاولى ديال عجينه الشوكولا لونتها بملون ابيض، وهاد الكميه الثانيه درت لها الملون الوردي باش انا كنت خدمت بهم في الصابله ديال الزياده اللي غنزل لكم ان شاء الله في الفيديو المقبل. التشكيله ديال الصابله ديال الزياده تقدروا تخدموا بها حتى لاعياد الميلاد.
فقط قلت لكم الحاجة اللي غادي تعصبكم في الخدمة بهاد العجينة هادي، وهي انها فيها كتطلق الزيت بزاف، لان علاش الاخرى اللي كنكونوا خادمين بها هي خاصة تخليوها تبرد، فكل ما كتبرد كل ما كتشرب هذاك الزيت ديالها وكتيبس. كما كيف كتشوفوا هنا من بعد ما بردات، فغادي ناخد كمية، دائما كناخد كمية اللي غنخدم بها، وكنحاول انني نرش سطح العمل. هنايا راه ما خليتهاش، هنايا راه ما خليتهاش يعني ليلة كاملة، هي فقط غير واحد نصف يوم، وكيف كتشوفوا راه هي بسات. فكنرش سطح عمل بسكر بودرة وكنخدم عليها هذيك العجينة ديالي، كنمدها بالسمك اللي انا بغيت، ومن بعد كناخد طاوله اولا مراشم بالموتيف اللي بغيت نخدم بهم، وكنخدم بهم العجينه ديالي بكل سهوله. ففقط الحاجه الوحيده اللي غادي ننصحكم بها قلت لكم انكم ترشب بعجينه ترشب سكر بودر اثناء العمل. مساله ثانيه اللي بغيت نشير لها بخصوص الاحتفاظ، فبعض الاخوات كانوا كيسولوني شحال المده ديال الاحتفاظ الى احتفظنا بهذه العجينه، فمادام المكونات اللي استخدمنا فيها مده الصلاحيه ديالهم باقه مازال قدام، فيعني غادي تبقى لنا مده اللي هي طويله. فقط كنأكد انها تغلف، ما تدخلوهاش الثلاجه لان الرطوبه غادي تخسرها ليكم، وتغطيوها بلاستيك غذائي جيدا، ديروها في علب وديروها في مكان اللي يكون بارد. مثلا اذا كان عندكم مطبخ سخون خرجوها لشي غرفه في علبة، ديروها مثلا في بلاكار ديال شي غرفة اخرى اللي يكون ما يكونش كضرب فيه الحرارة اشعة الشمس وما يكونش سخون. فكنتمنى نكون عطيتكم الاجابة على كل التساؤلات ديالكم. عندكم ايضا تساؤلات اخرى خليوها لي في التعليقات، وكذلك خليو لي الرأي ديالكم في هاد الوصفات اللي كنزل لكم، والاقتراحات ديالكم للوصفات المستقبلية اللي بغيتوها في القناة. كيف سبق لي قلت لكم في الفيديو السابق، كنتمنى توصلوا معايا هذا الفيديو ل2000 او ل3000 لايك، هكا غادي نقدروا ان الاخوات الاخرين اللي ما كيتوصلوش بالتعليقات فغادي توصلوا بهم من خلال الضغط ديالكم والتفاعل ديالكم مع الفيديو. قلت لكم الراحه والى الملتقى ان شاء الله مع وصفات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.